هي في حاجة بس أنا ضميري يحتم عليا إن أنا أقولها، وأرجو إن تسمعوني كويس في اللي أنا هقوله. كتير حضرنا عمرات بتقع، وكتير حضرنا عمرات قايلة للسقوط، وساعات كتير قوي نروح نلاقي أنقاض وبنطلع جثث من تحت الأنقاض، وعندنا طبعا الحماية المدنية غير مجهزة بالمرة، فبيروحوا طالبين شركة المقاولين العرب تجيب جرارات ما عندهمش اي خبرة في ان هم ينتشلوا جثث من تحت انقاض. قصة يعني مستمرة. وهل الحماية المدنية طورت من نفسها؟ ما عرفش. هل بقى عندنا فن في حكاية ان بسرعة نطلع الجثث اللي ممكن تكون صاحية؟ ما عرفش. ارجو ان ده يكون يعني واخد بعض اهتمام الحكومة. بس الناس اللي ساكنة في عمارات مش قايلة للسقوط، ولكن مخالفة العمارات اللي مش قايلة للسقوط ولكن مخالفة، اتبنت من غير ترخيص، اتبنت من غير عدد أدوار صح، اتبنت. هل أنا من حقي إن أنا دلوقتي أروح أصلح فطلع الناس دي من بيوتها وهد؟ طب أنا العمارات دي اتبنت ازاي؟ يعني اكيد الحي كان يعرف انها بتتبني، اكيد العمارات دي اتبنت في كتير قوي، اكيد العمارات دي الشقق دي وهي بتتباع وبتتسلم والناس عايشه فيها السنين اللي فاتت كلها، اكيد الحي كان يعرف عنها. هاتوا ياس ده كان ناس قديمه وناس جديده؟ لا، في ناس بتشتغل في الحي بقى لها 10 سنين وعشرين سنه. وحتى لو كان فساد قديم، أنا هاجي أعاقب المواطن على فساد حكومة قديمة؟ تاني، أنا هعاقب المواطن المصري على فساد حكومة قديمة؟ منطقة سيوف اسكندرية، بالصدفة الشديدة وأنا في اسكندرية، صدفة شديدة جدا، حد شافنا في الشارع فقالوا لنا والنبي الحقونا وبتاع، ده هيزيلوا العمارة اللي أنا ساكن فيها في السيوف. فانا يعني ايه مش متعمقه قوي في القوانين والحاجات. فروحنا كلمنا الناس، لقينا الناس بتتكلم كلام واقعي جدا. انت رايح دلوقتي تطلع ناس من بيوتها عشان انت شايف ان العماره دي مخالفه، طب انت جايب لهم بديل؟ انت عارف ان ظروفهم تسمح ان هم يمشوا يروحوا حته تانية؟ طب والفلوس اللي دفعوها في الشقق تروح عليهم عشان انت مش عاجباك العمارة المخالفة اللي انت سبب فيها او اللي تحتيك او الناس القديمة اللي كانت موجودة في مكانك؟ هم مالهم؟ ده كان فساد بلد، ده فساد دولة، يدفع ثمنه المواطن ليه؟ هتقولي اشترك فيها عشان هو اشترى من غير ترخيص. يعني هو حد هيلاقي في الظروف اللي احنا فيها دي حاجة الواحد يشتريها وتبقى قليلة في السعر شوية عشان ما فيهاش ترخيص مش هيشتريها؟ وبعدين اما انت ساكت، انت نفسك اللي مسؤول، كنت ساكت، هما اللي هيتكلموا؟ انا مش متخيله انك تبقى قاعد في بيتك وحد بيقولك يلا اطلع بره. وبعدين في حاجه بقى مهمه جدا، يا ريت رئاسه الوزراء تسمعنا، احنا في وقت محتاجين الداخليه جدا ومحتاجين لكل ضابط موجود، وبنزعل على اي ضابط يروح. والضباط دلوقتي مستهدفه وعينيها وسط راسها زي ما بيقولوا، واهلهم خايفين عليهم جدا، وكل لحظه لازم يبقوا مركزين ومامنين البلد جدا جدا جدا. انتوا ليه دايما بتخلقوا عداوه بينهم؟ ليه الحكومه دايما بتصر انها تخلق عداوه بين الضابط والمواطن؟ ليه اي مصيبه انتوا عاملينها بتصدروا الضابط فيها؟ يعني دلوقتي انتوا كحي طنشتوا او الله اعلم حصل ايه والحاجات طلعت وكنتوا سايبينها السنين اللي فاتت، ليه تطلب من الضابط او الداخليه ان هي اللي تنزل تطلع الناس من الشقق فيبقى الضابط هو اللي طلع الناس من الشقق؟ ليه جامعه او كليه ما توظفش الناس اللي واخدين ماجستير او ما تعينهمش معيد فالناس ينزلوا يعملوا اضراب فتطلبوا الداخليه تيجي تفض الاضراب
فالداخلية تتشابك مع الطلبة، يبقى الطلبة يكرهوا الداخلية. ليه؟ هتقولي عشان ده أمن. لا، ده مش أمن، دي غلطاتك أو غلطات اللي قبليك، تصلحها بقى بطريقتك، بس ما تلبسش الضباط في وش المواطن. مش صح، مش صح إن في وقت زي ده إن الضباط تاخد مهام زي دي. مش صح انك تخلق عداوه بين المواطن والظابط. لان انا عايزه اقول لكم حاجه، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، ان الظابط وهو نازل يعمل كده بيخلي الشقق دي ما بيبقاش مبسوط. ويمكن الازاله اللي احنا شفناها دي، الظباط انسحبوا من المكان ولم يتعرضوا لاي حد في الشقق، لان عندهم انسانيه وتعاملوا برجوله جدا. للمقالة اللي كانت مكتوبة في المصري اليوم من كام يوم، ان الضباط مفتريين وان الضباط بيكهربوا وان الضباط بيلفقوا لا، انا شفت بقى الضباط وهم طالعين، شافوا الناس في شوائها ما قدروش يعملوا لهم اي حاجة غير محضر، لان في الاخر هم واخدين تعليمات ان ده شغلهم، ما قالوش لحد يطلع بره ولا كلموا حد بطريقة وحشة ولا عملوا اي حاجة. من فضلكم يعني لو سمحتوا، انا بكلم الحكومه ورئاسه الوزراء، ما تخليش الضابط يعمل مهام مش من اختصاصه تكره المواطن فيه. لان مش الضابط اللي طنش على الترخيص، ومش الضابط اللي خد رشوه عشان الحاجات دي تطلع، ومش الضابط اللي شايف العمارات دي وساكت بقاله سنين، مش الضابط اللي عامل كده. ليه الضابط اللي يدفع الثمن ويبقى في وش المواطن؟ كلمنا المحافظ في موضوع الإزالات ده، حد يجيب لي تليفوني يا جماعة لو سمحتوا. محافظ اسكندرية حصلت عليه بلبلة كتيرة جدا، بلبلة هايفة يعني، شكله بيلعب رياضة ومش عارفة ايه، ومفيش إعلامي ما جابش سيرته. وأنا الحقيقة ما اهتمتش خالص بالموضوع ده، يعني حسيت إنه هبل قوي، وزوجته ومش زوجته ده هبل. لان والله انا شايفه لو زوجته دي حد فعلا هيفيد، ليه لا؟ ايه المشكله يعني؟ اصلها غيرانه عليه اصلا، انتوا مالكم؟ في الاخر اسكندريه تبقى كويسه ولا وحشه؟ في الاخر هنغير ولا مش هنغير؟ في الاخر الناس دي بتشتغل بجد ولا ما بتشتغلش بجد؟ فما يعني ف اللي حصل، شكرا، اللي حصل ان لما كنا هناك والناس طبعا بتشتكي وبتصرخ وهنروح المحافظه وهنروح الحي وهنعمل وهنسوي وبتاع، فقلت خلاص احاول اوصل للمحافظ يرد على الناس دي، حرام يعني. ناس كتير قوي، اسر كتير مهدده، مش عارفه 10 عمارات ولا 11 عماره، كل عماره 9 ادوار، شوفوا بقى كام شقه وكام اسره. فقلت اكلمه يعني يقول لي طيب نقول للناس دي ايه، عشان حرام الناس دي ما بتنامش من كتر القلق انهم يطلعوا من بيوتهم، مش في ناس بتكسر وبتاع، احساس صعب. فبنكلم مديره مكتبه، قالت انا روحت وما اقدرش اكلمه، كانت الساعه 2 الظهر، كان 2 ونص الظهر. كلمنا الاعلام بتاعه ما بيردش. سألنا طب هو فين؟ محدش بيرد علينا. قلت لهم طب ادوني نمرته نحاول نكلمه. فكلمناه ما ردش، كلنا يعني. بدنا نكلمه مثلا من 2 لغايه الساعه 6 بعد الظهر ما بيردش. رحت بعت له رساله، قلت له انا ريهام سعيد، و لو سمحت في ازالات بتقوموا الناس مستاءة جدا، فعايزين نرد حضرتك يعني لو تقدر تساعدنا. ما ردش عليا يعني، روح واتغدى ونام وكده وما ردش. وانا يعني هم مش المفروض يرد عليا على طول عشان انا ريام سعيد، انا بكلم مسؤولين كتير جدا بيبقوا مشغولين وعادي، لكن عشان بقول له في كارثه حاصله وفي اسر كتير جدا مستاءه وفي مصايب هتحصل وفي وفي وفي، فانا ببلغك بس وكلمني.
بعد ما شفت بقى حضرت التقرير وحسيت ان الناس متضايقه قوي قوي قوي، رحت بعت له قلت له انا مش شايفه ان من الذوق انك يعني تطنش المواطنين. بس فراح بعت لي رساله النهارده يعني بعديها ب 24 ساعه: استاذه ريام سعيد، التواصل الاعلامي مع اداره الاعلام في المحافظه او رؤساء الاحياء المفوضين في حاله عدم الوصول الى كما هو معلن في المؤتمر الصحفي الشهري. الذوق يحتم علي وجودي مع رئيس الجمهورية ومع قامات مصرية وأجنبية مثل دكتور مجدي يعقوب ودكتور فاروق الباز وأربع رؤساء جمهوريات أجنبية ورئيس وزراء أسبق لبلاد أجنبية للرد على تليفون غير مسجل. آسف أنا بعت مسج. أما بالنسبة لمواضيع الإزالات فنحاول بعض السرية لعدم إزاء الحملات لأن الخارجين عن القانون يحاولوا يقومون بحملات مضادة. هو شايف إن وجوده مع رئيس الجمهورية والدكتور الباز والدكتور مجدي يعقوب وكده أهم من المواطنين. لا، أنا عايزة أفهمك حاجة بقى، أنت مش محطوط في مكانك عشان تبقى مع الناس دي، أنت محطوط في مكانك عشان تبقى وسط الناس، عشان تخدم الناس. القعده في نادي اليخت والاستراحه مش هتعمل حاجه، والذوق بيحتم عليك ان انت تبقى مع الناس دي، يبقى ما تشتغلش محافظ. لان لو عندك ازاله او كارثه وانت عارف ان في 11 عماره باسر بكده، انزل طيب خاطرهم، قول لهم هنلاقي لكم شقق، قول لهم هنعمل اي حاجه، انزل اقف في الموقف، ما تصدرش ناس تانية. يعني انت كنت عايز تشرد الناس دي كلها بره العمارات وتقول لي اصل انا مع دكتور ودكتور ودكتور، الدكاتره دول فوق راسي من فوق. بس المواطنين المصريين اهم. رئيس الجمهوريه لما كان بيحط محافظين ورئيس وزراء وكده كان بيحطهم لخدمه الشعب. صدقني لو رئيس الجمهوريه يعرف انك في اللحظه اللي كنت موجود فيها وسط الدكاتره دول ومعاه هو شخصيا في ست عندها مثلا حاجه و60 سنه بتعيط لانها بتطرد من بيتها، كان هيعاتبك وكان هيقول لك ان الاخلاق ما بتقولش كده. المحافظ اللي فات كان مكتبه مفتوح لكل الناس. المحافظ اللي فات عشان كان لواء جيش وكان عسكري اللي هو طارق المهدي طبعا، كان بيحترم الناس كلها واي حد يقدر يكلمه واي حد يقدر يروح له، ولا مفوضين ولا علاقات ولا اي حاجه، بابه مفتوح لكل الناس كل الناس. واسكندريه كانت احسن مليون مره. تعالوا نشوف موجودين في اسكندرية وموجودين في أزمة غريبة جدا، وهي عمارات مخالفة، والعمارات المخالفة دي الناس جاية تشيلها، والضباط اللي طالبين منهم ان هم ييجوا يزيلوا العمارات دي. العمارات دي قايلة للسقوط؟ لا، مش قايلة للسقوط. العمارات دي مخالفة زي 50% من اسكندرية. والناس دي رايحة فين؟ الناس دي هتترمي في الشارع. حاولنا نكلم المحافظ اكتر من مره ما بيردش. هنشوف الناس رايهم ايه، وهل قرار الازاله ده هيتنفذ ولا لا، وايه دخل الضباط في الوقت الصعب قوي اللي فيه البلد دي عشان يكلفوهم بحاجه زي كده ويزعلوا المواطن المصري منهم وهم بيحافظوا على امنهم وامانهم. تعالوا نشوف مع بعض. Thank you.
والله حضرتك هو قانون الازاير اللي جه تمام، لو هو بيمشي على الكل تمام كان يبقى يعني في مجال للكلام، رغم ان المفروض حتى لو هيمشي على الكل اصلا قرار الازاله بيجي من غير اخله تمام، عشان يجي قرار ازاله باخله لازم اصلا يرجع للمحكمه، ده اولا تمام. دي اول نقطه، احنا عندنا هنا اكتر من 200 عيله تمام ساكنين، ولو حصل يعني الازاله طب ايه البديل للناس دي اساسا تمام. تاني حاجه كانت فين الحكومه لما حصل ان اتبنى اكتر من 11 عماره تمام، كل عماره 13 دور تمام، وكان فين دورها اصلا الرقابي تمام. وبعدين لو هو بيطبق على الكل مش عشان مجامله لناس معينه بذاتها تمام، يزيلوا 12 او 11 برج تمام ويشردوا اكتر من 200 عيله، طبعا ده كلام غير مقبول تمام. فالبديل هو ان انت تمام تكشف على المباني والمبنى الصالح تمام، تديله شهادة الصلاحية تمام، والناس تقعد هطلعوا ازاي ونسيبوا املاكنا وفلوسنا؟ وده انا مش جايين قاعدين كده، 300 اسرة يا بيه، 300 اسرة، وكل اسرة بعيالها بفلوسها بشقاها باموالها دفع. كانوا فين بقى الدولة من 3 سنين والمباني دي بتطلع؟ شقة عمري وشقة عيالي وشقة عيالي اترمى انا في الشارع بعد العمر ده كله، بعد 65 سنة اتشرد انا وعيالي؟ يرضي مين؟ يرضي مين اللي احنا نتشرد في الشارع؟ يرضي مين؟ ما وقفوش المباني دي من زمان ليه؟ يودونا فين؟ هنقعد فين انا وعيالي دلوقتي؟ بلغ زعلان زوجتي طلعت عن المعاش المبكر، خدت شقه عمرها كله واشتغلنا بيه شقه. جبنا تسلسل الملكيه من سنه الله اعلم كام، وتسلسل الملكيه معانا من يوميها لغايه النهارده، الله اعلم بالورق ده. احنا لنا الورق ورحنا بيه المحكمه، عملنا صحه توقيع على اخر حاجه احنا خدناها، وخدنا صحه توقيع على العقد اللي معانا، واحنا قاعدين مقيمين، حطينا شقه عمرنا في الشقه. مين يقول ان شقه عمرنا يروح في حاجه احنا مالناش ذنب فيها؟ خدنا تسلسل الملكيه، خدنا تسلسل الملكيه. هو ايه؟ انا مش محامي، انا رحت للقضاء وخدت بيه صحه توقيع، خد صحه توقيع على العقد اللي معايا. انا ذنبي ايه بعد شقه عمري يضيع؟ شقه عمري يضيع واولادي قاعدين وابني عنده ثانويه عامه مش عارف يذاكر ازاي؟ احنا ما عندناش غير هطا وحالتنا كله فيها. انا هروح فين مثلا؟ يعني شقنا كله يعني دلوقتي مثلا هروح فين لما انت حاطط كل اللي حبتك فيه وعيالك وحالك؟ وبعدين احنا ناس ارزاقيه يعني، ولا مثلا شغل يعني الشغل ارزاقي، ساعه يطلع على تاكسي ساعه ماشيه يعني. وبعدين ده احنا واخدينها على الطوبه الحمراء يعني، حاطين كل اللي حالتنا فيها. طب نعمل ايه؟ نقعد في الشارع مثلا؟ معايا عقد الشقة ومعايا تسلسل الملكية وأخد عليه صحة توقيع، يعني مثلا لو في حاجة المفروض ما كانش يديني صحة توقيع من الأول، فاهمني؟ كان الحي بيروح ويجي، بنروح نسألنا في الحي ما فيش حاجة، والناس اللي هي بنت دي كانوا بيقعدوا مع أصحابها، كان الحي بيعدي عليهم والشرطة كانت بتعدي عليهم وما كانش في حاجة. اشترينا في الشارع زي ما الناس كلها بتشتري، اشتريت من واحد اسمه الحاج علي محمد أحمد، بقالي النهاردة 2.5 سنين شاري، وقعدت حوالي 6 شهور عبال ما شطبت وسكنت أنا وعيالي، وبعد كده لقينا مشروع ميه دخل لنا، وبعد كده لقينا الكهرباء عادي وبندفع كهرباء كل شهر وما فيش حاجه، نقول ما شفناش حاجه وحشه. ده الوصل برضه كنا بندفعه كلنا شهر 9 اهو، باسم الحاج علي محمد احمد اللي هو صاحب الملكيه، وده باسم الشقه هنا هو بقيت انا ادفع برضه لوحدي لما بقوا يجوا مدحت السيد ابو الريش، بدفع كل شهر يعني عادي، بيجوا لي بتوع كهرباء كل شهر فاهمني، ومعايا العقد جوه، العقد ومعايا العقد ومعايا تسلسل الملكيه.
مفيش، عادي عشنا احنا وعيننا مفيش اي حاجه، ما شفناش حاجه، والشارع كله ظباط وكله دكاتره وكله محاميين ومدرسين. طب هنروحوا فين احنا وعيالنا؟ وده عقد الشقه، وده عقد الشقه بتسلسل الملكيه بصحه التوقيع بتاعته هنا اهوت، شاري من سنه 2013 6/7. فهمني؟ ودي الصحة بتاعت التوقيع، ورق زي أي ورق، يعني زي أي عمارة كنا، أي عمارة كنا نروحها كنا بنشوف تسلسل الملكية ده. كان معايا راجل محامي وأنا بشتري أهو، وده العقد اللي قال لك صاحب الأرض اشترى بيه من الخواجات وعليه إمضة الخواجات، ورحنا سألنا بالفعل والراجل أخد صحة التوقيع، شاري من ورثة درياتوش شاكوس. ده عمارة 12 دور، يعني احنا لما جينا نشتره لقينا عمارة 12 دور وواجهة متشطبة ومدخل وأسانسير، خدنا في حاجة الوطي، يعني مش عمارة 23 و24. بنروح بنشوف بحر السكة العمارة عاملة ازاي، ترفع عينك فوق وما تشوفش الدنيا فيها ولا الشمس بتنزل تحت حد. شركة ساتلايت ما هي شركة كبيرة قدامنا، واربع ادوار فاضيين ومحدش بيكلمه، اشمعنى احنا؟ طب يعني يجيبوا مهندس يقول هل العمارة دي صح ولا غلط، ويدفعونا احنا بلاش اصحاب العمارات، يدفعونا احنا السكان تكلفة الرخصة. مفيش اي مشكلة، انما اعمل ايه دلوقتي؟ اني عايزين يهدوا الشارع كله يهدوه علينا يا عم. طب انتوا كنتوا فين؟ انا واخدها بقالي 3-4 سنين، واخدها من ومعايا صحة توقيع ومعايا كل الاوراق سليمة ومحامي شغال معايا وكل حاجة سليمة، هعمل له ايه يعني؟ انا هروح هسأل فين تاني طيب؟ والوقت اللي انا كنت اللي انا خدت فيه الشقة دي لا كان في حكومة ولا كان في احياء ولا كان في اي حاجة، الاحياء كانت موجودة بس عشان تقبض. مش هينفع ينفذ القرار ينفذه وانا جوه، مش هسيب مكاني، مش هدفع كوم فلوس انا واسيبه عشان الدوله. كانت فين الحكومه لما النهارده هي صاحيه للناس لخراب بيوت الناس؟ بس والله حرام، احنا من امبارح ما نمناش، حرام والله، ومعانا اطفال صغيرين من امبارح منزعجين، احنا جايين من بيت ربنا كده حرام كده، حتى هنروح فين؟ احنا اتنين امهات قاعدين هنا مع بنتنا، نروح فين؟ نروح فين؟ ده ما يرضيش ربنا، ده ما يرضيش ربنا، حرام حرام حرام، مش ليا انا بس، ده كل الناس اللي موجودين، حرام حرام. يا الجلال يا الجلال، احنا لسه جايين من بيت الله، نروح فين؟ دبرونا نروح فين؟ دبرونا، احنا ناس بعيدة. يا رب يا رب خليك انت يا رب، قلت وعزتي وجلالك، أن ينصرنا الله فلا غالبنا، ولنا ربنا في أمرنا ده، ولنا في الأمر، ولنا في الأمر يا ولدي. لا مش همشي طبعا، أنا مش هروح فين؟ أنا قاعدة هنا بقالي سنتين ومش ممكن همشي، وبعدين همشي ليه؟ يعني إيه السبب إن أنا أمشي؟ أنا واحدة دافعة فلوس وبانية، إيه اللي يخليني أمشي؟ الفلوس دي يجيبوا هالي يا يروحوا ياخدوا صاحب البيت في السجن عندهم يتصرفوا معي، انا مش اروح فين؟ انا يا يجيب لي نفس شقة زي دي كده في نفس المستوى وانا امشي، يطلعونا بقى احنا نطلع كلنا مع بعضنا، هما واللي جايين يطلعونا، انما نروحوا فين احنا؟ ما احنا يا هنا عايشين يا ميتين، يبقى مع بعضنا كلنا بقى، ما نجيش بعد سنتين جايين يقولوا لنا امشوا، كانوا فين من الاول؟ مستنيين بعد كل دوت العيال كبرت في البيت، فين من الاول هما يقولوا لنا امشوا؟ نمشي نروح فين؟ وبعدين نمشي نروح فين؟ انا واحده بعت فلوسي وبعت مالي وبعت حلي علشان ابني هنا، اروح فين انا؟ الموضوع بالظبط ان احنا عندنا هنا اكبر عمارة فيها 13 دور،
وكلهم ساكنين. طبعا ما فيش حاجه اسمها احنا النهارده جايين ننفذوا قرار ازاله. لما بيجي بينفذ قرار ازاله بيلاقي ان في سكنه فعليه بياخد بعضه ويعمل حاجه اسمها استحاله تنفيذ ويمشي. العقار ما فيش عقار عندنا يعني احتمال ولا واحد على الالف ان زلزال يهز. الموضوع كله زي ما انتم شايفين احنا حوالين عمارات في شركات بتبيع المتر ب 8000 جنيه. احنا هنا بتبيع المتر بيتباع والناس الغلابه مش غلابه وما ناس كلها محترمه وناس كويسه وانتم شفتوا الشقق عامله ازاي ومصاريفها عامله ازاي. ب 1000 ونص ونعدي الشارع المتر ب 8000 جنيه ومخالف اربع ادوار ومفيش ولا شقه سكنت عنده ولحد دلوقتي ولا حد هيقرب له ولا حد يقرب. ليه؟ نظف المطافي بتاعت اسكندريه وعمل شجرتين زرع ومدان واهداء من شركه كذا بلاش اقول الاسم واهداء من شركه كذا ومفيش حد بينفذ مفيش حد هينفذ حاجه وبيلاد لسه بيبنوا وبرده محدش هيروح لهم وانا بقول لك من دلوقتي محدش هيروح لهم رغم ان في اربع ادوار مخالفين والتراخيص بتاعتهم موقوفه بحكم من مجلس الدوله. لسه لو انت بصيت بالكاميرا لورا شغالين لسه بيبنوا لحد دلوقتي يعني 22 دور وبيبنوا ومحدش هيروح لهم مش هيتنفس. انا راجل ساكن والعماره بتاعتي سليمه وورعي سليم وتسلسل ملكيتي سليم وما عنديش حكم يخليني وقرار الازاله في استحاله تنفيذ لان الناس ساكنه وعندنا 11 شقه 11 عماره في 40 واحد ساكنه هو وعياله واسرته. يهد مين؟ مبيعات الكهرباء اهو كنا بندفعوا 105 دلوقتي بندفعوا 152 كل شهر 1/4/2014 ده بعد ما قعدنا بسنه لما قلنا بقى قالوا لنا ندفع. لا طبعا غلط وحرام يعني انا واحده ارمله وبعدين انا بقالي سنه كل يوم والتاني عمالين يشوفوا القرف ده بصراحه. انا حتى كل فلوسي كل شقيه في الشقه دي هروح فين انا واولادي؟ انا ماليش عيال يعني يعولني في حاجه يعني بعت شقتي وبعت محل وكل حاجه واخواتي ساعدوني في الشقه دي انا اروح فين انا واولادي؟ لا مش همشي هروح همشي اروح فين انا قاعده؟ زيل العماره وانا قاعده زيلها عليا وعلى اولادي هروح انا فين؟ على رقبتنا بقى وعلى جثتنا هنعملوا ايه؟ هنروح فين؟ يعني هيشردونا؟ ما ينفعش ينفعش ان الناس باعت شققه واشترت وحطت ملها وحلها ومحتلها واقراض مستلفين وعاملين وبيسددوا وبيعملوا كل ده يعني. انت دلوقتي من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الاداريه انت كجهه اداره المقاول ده مخالف وابن 60 في 70 الكلام ده العماره دي اتبني من 5 سنين بالظبط. كل دور انت كان بيجي المحامي الموظف بتاع الحي بيقبض بياخد حقه وبيمشي عشان يركن قرار الازاله لغايه ما تيجي الناس الغلابه تشتري وبعدين يهدوها فوق دماغهم. ولا يجوز الجهه الاداريه اللي فرطت في حقها في ازاله المخالفه اثناء حدوثها ما يجيش مش من حقه ان يجي يزيل بعد ما تم استقرار الناس. قول لي حضرتك العماره دي فيها 36 شقه فيها تقريبا ساكن حوالي 28 ساكن او 27 ساكن 27 اسره في متوسط 5 افراد في الاسره بتتكلم في 150 فرد. اروح ارميهم في الشارع النهارده؟ انا بقالي سنه قاعده وجيت هنا لقيت اسر ساكنه على الثلاث ادوار اللي فوقيه ساكنين، ثلاث ادوار في معدل الدور فيه ثلاث شقق دول ساكنين وبعدين انا بايع شقتي مش بايعاها وجايه يعني انا بايع الشقه واجي ايه يعني قرار ازاله ايه؟ وبعدين انا عندي عند بابايا مثلا في خالد مواليد طالعين 20 و22 دور، 22 دور برده ما فيش لا 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 ميه ولا في نور، انا هنا اول ما جيت التزمت، انا بروح ادفع المنشيه كل شهر بروح ادفع 165 جنيه. عايز الوصولات معايا لحد من اول ما جيت لحد اخر وصل. انا واحده ملتزمه انا لا انا حراميه ولا انا ضربه في البخت طالعه لي الشقه دي، ده شقه عمري وشقه وجوزي عامل قرض وجمعيات وديون وبعدين انا واحده عندي ولادي وثانويه عامه واعداديه، احنا نجيب منين احنا لكل ده ونشرده ليه؟ احنا عملنا ايه غلط؟ ما يحاسبوا اللي عملوا الغلط. وبعدين مش هيقولوا القانون لا يحمي المغفلين، احنا مش مغفلين، انا جيت بقيت لقيت هنا ناس ساكنه بقى لهم 3 سنين وقاعدين من سنتين ومن 3 والله واللي فوقيه فوق قاعدين
وبعدين ما انا رحت زي اللي قالوا لي هنا زي اللي ما قالوه عندي في خالد بن الوليد هو نفس الكلام. لا ميه ولا نور عندي ابن عمي قاعد في العشرين وما بيدفعش لا ميه ولا نور. انا بدفع نوري وعندي صلاه ورقال. اللي ورايا واللي قدامي انا وجوزي حطيناه في الشقه، ما عنديش حته تانية اقعد فيها. عايزين يطلعوني يهدوا الشقه عليا هنا انا والعيال. اقول لهم ايه حسب اللي انا واكل فيه منهم لله. كل واحد قاعد في شقه اخر موديل، عربيه اخر موديل، مش حاسس بحاجه. كل شويه تهديد، كل شويه. يعني انا بشتغل واسيب عيالي لوحدهم هنا في الشقه. انا ما رحتش الشغل النهارده ليه؟ خايفة حد يجي يهبط. كل شوية ساعة 2 بالليل امبارح كسروا شباب الشقة علينا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، محدش حاسس بحاجة. عايزه يزيلوا أو مش عايزيله، أنا كده كده مش طالع من الشقة. عشان أنا كده أساسا دافع كل فلوسي اللي معايا واستلفت فلوس وعليا فلوس أساسا لحد دلوقتي ولسه ما سددتهاش. إزاي أنا أسيب الشقة؟ إزاي؟ أنا أسيب الشقة لما أموت. موتني فيها. هو ده الحل. لا نعرفه غير كده، ما اعرفش اي حاجه. احنا قاعدين مش ماشيين، خليهم يهدوا البيت علينا. تخيل ان انا عايزه اعمل مثلا معاه لقاء تلفزيوني، بس انا يعني انتوا عارفين البرنامج بنعرض مشاكل كتير جدا وبنحل مشاكل كتير جدا. احنا مش من هواة خالص استضافه المحافظين والوزراء،
خالص. انا ممكن اجيلك احل مشكله من غير ما اصور اصلا. بنعمل كده تلات ارباع الحاجات اللي بنعملها كده. كنت عارف ان انت وانت مع الريس في ست بتعيط وبتقول انا ابني امتحانه ثانويه عامه؟ كنت عارف بتقول لي موضوع الازالات ده سري عشان المقاولين المخالفين بيعملوا حمله مضاده ومش عارفه ايه. ما تعاقب المقاولين اللي اوريدي بيبنوا اللي انت سايبهم يبنوا. ما هددتش العمارات ليه اللي بتتبني دلوقتي مخالفه ومفيش حد فيها. عندك الشط بتاع العمارات اللي لسه لغايه دلوقتي بتتبني ما تهددش ليه؟ ما فيهاش سكان. فين الشط بتاع العمارات دي؟ وعندك عماره معوجه في اسكندريه، كنت عايزه اقول لكم تطلعوا العمارات دي وما نسيت، في عماره معوجه. كل العمارات دي بتتبني في اسكندريه. ما شلتهاش ليه؟ ما زلتهاش ليه؟ ما فيش حد فيها وكلها مخالفه. رايح تطلع الناس من بيوتهم ليه؟ هل انت كنت تعرف وانت مع الدكتور الباز ودكتور مجدي يعقوب ودكتور، طب دكتور مجدي يعقوب ده مكرس حياته عشان ينقذ الاطفال، والريس عمره ما كان في مصيبه او حد كلمه او ما ردش عليه. ده خلى حد من عنده يكلم المذيعه اللي طلعت شايله ابنها. كان بره مصر 27 نوفمبر رجع وهو عارف انه مامن البلد وانه مفيش حاجه تحصل، بس كان راجع بيقول انا جنبك يا شعب. والله العظيم بتكلم من قلبي ولا اتملق لاحد، انا عمري ما الرئاسه كلمتني ولا انا كلمته. يعني ايه تبقى عارف ان عندك قرار ازاله ال 11 عماره وانت مش موجود؟ بتعمل ايه مع دكتور مجدي يعقوب؟ ايه لازمتك يعني؟ كانت لازمتك ايه؟ يعني بتعمل معاه ايه؟ ست عندها 60 سنه بتعيط وبتقولي هتشرد وداخلين على امتحانات، بتطلعوا الناس من بيوتها وهم داخلين على امتحانات، وتاني وتالت ورابع، بتظلموا الضباط ليه؟ بتدخلوا الداخليه في حاجه زي كده ليه؟ ما هم فيهم هم، يعني هم في هم ما يتلم من قنابل وزمايلهم بتموت و و و و و ليه بتنزلوهم في ازالات وحاجات كده؟ ليه تحطوهم مع المواطن في مواجهه تتساوى صورتهم وهم ما لهمش ذنب، ولا هم اللي خدوا فلوس عشان العمارات دي تطلع، ولا هم اللي طنشوا وسابوا الحاجات دي ما تاخدش مخالفات وتتهد قبل ما الناس تقعد فيها. ليه الظابط ماله بالموضوع ده؟ شيلوا الظابط من مشاكل الاحياء والمحافظات و و و واعملوا ناس خاصه بيكوا تخلص اخطائكوا. ليه الظابط يشيل خطأكوا؟ ليه؟ وحياة ربنا تعاملوا الضباط بمنتهى الاحترام مع المواطنين، ولما رفضوا يطلعوا محدش تعامل معاهم بأي حاجة، راحوا عملوا لهم محضر ان هم رفضوا تنفيذ القرار. ومحدش قال لي، بس انا بص على وشوش الضباط مش مبسوطين. إن الشرطة محطوطة في خدمة الشعب مش في إزالة شقق الشعب، ودي تعليمات ما ينفعش يكسروها طبعا، لازم تتغير، لازم تتغير. وبعدين هما المفروض إن هما يبقوا واقفين في الشارع يأمنوا و و و و هي مديرية أمن اسكندرية من المديريات الناجحة جدا جدا جدا، يعني يمكن مدير الأمن جديد، لكن سيادة اللواء أمين عز الدين بمدير المباحث أو مدير المباحث سيادة العميد الشريف عبد الحميد، كل رؤساء المباحث محمد عز، كل الناس اللي موجودة في اسكندرية ناس نشيطة جدا جدا، واسكندرية تعلم هذا. ما تلبخهمش بقى بحاجات تانية، وعلى فكرة ده مش في اسكندرية بس، حتى هنا الحاجات اللي قايلة للسقوط هاتوا للناس بديل. كل بلاد العالم لما بتشوف حتى اسطنبول اللي مش عاجباكوا، ماليش دعوه باردوغان، اسطنبول لما جت لقت العمارات عاليه وواطيه وكانت عايز تعمل منظر جمالي، كنت عايز تعمل العمارات كلها في مستوى واحد، هجرت الناس شقق تانيه في مكان تاني خالص، بنت من اول وجديد وبعدين نقلت الناس. بتقول الناس طلعوا بره يروحوا فين؟ هم اللي سكنوا ومفيش ترخيص. يا سلام،
يا سلام. طب والطفل اللي نايم ده، اللي كان نايم ده ذنبه ايه؟ واللي بيذاكر ثانوية عامة ذنبه ايه؟ هل هما دفعوا فلوس للشقق دي ولا سرقوها؟ ترخيص بقى مش ترخيص، والمقاول مظبط مع الحي والحي مظبط مع مش عارفه مين، هم ماله؟ فساد 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 فساد، والمواطن بقى في الاخر هو اللي يدفع الثمن؟ لا. تاني، سيادة المحافظ شوف شغلك افيد كتير قوي من الرياضه والبروتوكولات. قاعده في المكتب احلى بكتير قوي من نادي اليخت، كتير قوي، لان انت لما تخدم المواطن المصري هتبقى بتخدم مصر، ودي حاجه كبيره قوي انك تخدم مصر في وقت زي ده. لو مش عارف قيمه المكان اللي انت فيه سيبه بمنتهى الامانه. نفذ القانون، نفذ القانون، بس في انسانيه وفي ادميه وفي انك تلاقي حل للناس دي، حل يخليك تنفذ القانون وفي نفس الوقت ان انت تراعي ادميتهم، لاقي لهم مكان تاني. خلي اللي بيبنوا دول اللي بنوا العمارات دي سجنهم، دفعهم غرامات، روحوا تشطر على اللي بيبنوا العمارات اللي لسه ما اتهدمتش. ما اتهدمتش ليه؟ رايح تزيل العمارات اللي فيها الناس؟ ما تدفعش المواطن ثمن فساد في الماضي. اشوفكم بكره، اصبحوا على خير.